9 فائزين بجائزة بحر العلوم للإبداع الفكري بنسختها الثانية في حقول العلوم الطبية والاقتصاد والزراعة والعلوم السياسية من بين 53 متنافسا من داخل وخارج العراق، خضعت أطاريحهم للدكتوراه لفحص لجان علمية تخصصية. هذه السنة شملت جائزة بحر العلوم للإبداع الاختصاصات الثلاثة، العلوم الطبية والزراعة والاقتصاد والعلوم السياسية، البحوث المتعلقة في موضوع التنمية فقط. استقبلنا حوالي 53 أطروحة هذه السنة، عدنا 3 فائزين بالمرتبة الأولى، وأيضا هنالك فائز ثاني في الاختصاصات الثلاثة وفائز ثالث أيضا في الاختصاصات الثلاثة. وزير التعليم العالي والبحث العلمي شدد في كلمة له خلال الاحتفالية على إبعاد المؤسسات التعليمية والجامعات عن التدخلات السياسية، داعيا إلى إلغاء وزارتي التربية والتعليم العالي وتشكيل مجلس أعلى للتربية والتعليم لإلغاء المحاصصة في هذين القطاعين الحيويين. أدعو البرلمان المقبل والحكومة المقبلة إلى التعاضد وتعديل التشريعات اللازمة وإلغاء وزارتي التربية والتعليم العالي وتشكيل مجلس أعلى للتربية والتعليم في العراق ليكون مجلسا مستقلا بعيدا عن الأهواء السياسية والتجاذبات السياسية. القائمون على جائزة بحر العلوم للإبداع الفكري أكدوا أنها تهدف إلى تشجيع البحث العلمي خاصة في مجال مشاريع التنمية للإسهام في بناء البلد. الهدف الأساسي هو تبني مؤسسة بحر العلوم لمثل هذا المشروع، تحفيز طلبتنا العراقيين في أطاريح الدكتوراه من توجيههم إلى تحفيز البحث العلمي ومعالجة المشاكل العراقية وإيجاد العلاجات لها. فيما اعتبر أكاديميون مثل هذه المبادرات مساهمة في دعم التعليم العالي والاهتمام بالباحثين والمبدعين الذين لم يحظوا بعد بالاهتمام الرسمي المطلوب. تمثل جائزة بحر العلوم للإبداع انطلاقة مهمة في آفاق التعليم العالي في العراق، باحتساب أنها وفي ظل هكذا أوضاع تنطلق حاملة اللواء العلم في وقت يحاول البعض إبقاء العراق في ظل انقسامات وتجهيل. ويؤكد المختصون أن أهمية هذه الجائزة تأتي من أهمية البحث العلمي والعطاء الفكري التي تمثل القاعدة الصلبة لبناء المجتمعات والدول. راجل نصير الحرة، النجف الأشرف.